أنا باحثة سياسية وناشطة من أكثر من 10 سنين، اشتغلت مع اليو إن على موضوع الانتخابات و youth empowerment، وحاليا تخصصت في موضوع political communication عند شركة communications، بشتغل كل أنواع الحملات السياسية اقتصادية اجتماعية، وبالتالي عملي مع الحكومة مع السياسيين ومع الجمعيات المحلية والعالمية علي وغيره. وأنا اليوم يعني هذا الشيء بيبين قد ايه الإنسان كرييتيف، مثل ما بيقولوا in times of crisis، أنت شو عم تعمل اليوم؟ فكرة رائعة وفكرة عن جد يعني بلا. بداية خلينا نحكي شوي وسريعا عن عالمنا بعالم الكوفيد اليوم. الكوفيد اللي بفتكر سنة 2020 سنة ما راح ننسيها بحياتنا، غيرت لنا حياتنا على كل المستويات، يعني إن كان على مستوى العيلة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى البيئة، على مستوى السياسة، على مستوى العمل. وبالتالي بفتكر سنة رح تكون تذكر يعني بتاريخ العالم. منبلش، أنا دايما بحب أطلع على الشقفة المليانة من الكباية، مثل ما بيقولوا the full part of the glass. على مستوى البيئة بفتكر كانت كتير منيحة، البيئة بفتكر نطفت، خف الانبعاث ال CO2، والبيئيين كلهم حكوا بالموضوع يعني بشكل كبير السنة. سو يمكن هيدا الشيء كان من القصص الإيجابية يلي عملته الكوفيد، يعني خف ال public transportation، خف التنقلات، المعامل سكروا for lockdown reasons وغيره. وبالتالي على مستوى البيئة يمكن كان هيدا الشيء منيح. كمان الإنسان صار عم بيتواصل أكثر مع بيئته، شفنا كيف العالم غير اللايف ستايل تبعهم، صاروا يروحوا يشوفوا الطبيعة، يعملوا هايكينج. يعني هيدا بركي موضوع إيجابي أثر على حياة الإنسان النفسية بطريقة إيجابية وسلبية، بس أنا دايما بطلع على الإيجابي، رجع الإنسان رايد حياته شوي، تواصل مع حاله، هيدي السرعة بالعمل والمترو كل شيء public transportation خاصة بالمدن الكبيرة، يعني بفتكر رأيت استوعبوا الناس إنه قد إيه كانت حياتنا سريعة وقد إيه كانت حياتنا ما عم نلحق عليها. ولكن بكل أسف بعدتنا عن عائلتنا، بعدتنا عن علاقاتنا ال interpersonal، يعني مع الأهل مع الكبار بالعمر. شفنا كتير كيف اخترعوا مثلا تيب خصوصي حدا يقدر يغمر سبته أو جده، ما بعرف إذا شفتوهم، تيب نايلون حدا يغمر الناس الكبار بالعمر. كمان هون كرياتيفيتي مهضومة كانت، انه كيف واحد بيضل يلاقي طرق يكون خلاق او انوفيتيف. على صعيد العمل اكتشفنا انه فينا نشتغل من البيت، صرنا سنة اكثر من سنة عم نشتغل من البيت كلنا. working from home is a great experience. انا بخبرتي المتواضعة الفريق عملي كله ببيته يعني، ولكن ضلينا عم نشتغل بطريقة بناءة، أو بالأحرى يمكن طريقة أحلى من العادة، لأنه حسيت إنه الشخص وقت يكون ببيته مرتاح عم يشتغل قاعد بمحل مرتاح فيه، بركي بيصير فعال أكتر يعني. بس أنا personally حسيت في efficiency بالشغل أكتر من العادة، ما بقى في ضغط إنه واحد هيك يوصل على المكتب ويقعد بأربع حيطان. وبالتالي كمان اكتشفنا إنه الهيدكوارترز والتاورز والمكاتب يمكن البزنس موديل حتى بالعالم ونحكى عنه يتغير كتير من وراء الكوفيد السنة، لأنه في ناس بركي رح يفضلوا يضلوا ببيوتهم ويشتغلوا من بيوتهم، واكتشفنا إنه هيدا الشيء معقول. هلأ يمكن على صعيد التعليم، ما بعرف إذا دكتور كوثراني بيوافقني الرأي، بس على صعيد التعليم ما كل أنواع الصفوف فيها تنعمل أونلاين، ما بعرف كيف رح يصير مستقبل هالعالم، يمكن الناس يصيروا يقسموا. بس كمان هيدا عامل نقطة تحول جذرية على تاتيانا. هذا المستوى، وحسب ما عم نعرف بالشركات الكبيرة
في شركات مثلا راح تطلب من موظفين. نعم تاتيانا عم بيقطع الخط، ما عم نسمعك منيح. بسمعك. عم هلا بيقطع بعده عم الخط، يقطع. بلش لنشوف. هلا عم بحكي، عم تسمعوني؟ يا ماتش باتر هلا. اوكي. عندنا مشكلة انترنت بلبنان. كنت عم بقول على مستوى العالمي في شركات بركي تخلي الموظفين مثل تويتر مثلا كلهم يشتغلوا working from home، وبالتالي هذا تغيير جذري بعالم البزنس يعني بالعالم. وفي شركات رح تعطي choice، رح شيل الكاميرا بركي بتصير الكونكشن أحلى. اوكي اوكي سو ان شاء الله نحلم بانترنت سريع ببلدنا، وان شاء الله يتحقق هالحلم. هيدا على صعيد الجلوباليزيشن، يعني مثل ما نحن عم نعمل هلا اي فيرتشوال دايالوج فيرتشوال ميتينج، ذس از تغير العالم على هيدا الصعيد. بالنسبة للعائلة حكينا، أما بالنسبة للاقتصاد والسياسة كان في يعني في انهيار اقتصادي عالمي كلنا شفناه بكل أسف. هيدا كان بركي أكبر دروباك السنة، ولكن كمان شفنا قديه على صعيد الطب عمل بفترة سريعة جدا نسبة للفترات العادية. شفنا كيف قدروا عملوا فاكسان سريعا جدا، ورجعوا حتى الشركات يعني برهنوا عن جدارة وعن تكنولوجيا جديدة بركي كانت ما تستعمل بالفاكسينيشن، هي الـ mRNA. هيدا الشيء كمان بركي خلق عالم جديد بعالم الطب، حتى كمان نطلع على full part of the glass. خلق تقنية جديدة ستستعمل فيما بعد، ولكن أكيد عمل هيدا الشيء تنافس أو competition كبيرة بين الدول على هذا الصعيد. هذا الموضوع يمكن بده زوم لحاله تنحكي عنه، بس سريعا بفتكر هول النقاط الأساسية اللي جربت أجمع فيها: البيئة، الاقتصاد، الاجتماع، العائلة، السياسة، وعالم الأعمال. هذا سريعا حبيت تكون مداخلتي اليوم معكم. Thank you. Thank you, Tatiana. سؤال أو من على next speaker؟ بعد ما اجى next speaker you can come. انا فكرة استمر عم احكي. انا ما عندي مشكلة كفي احكي، بس ما بدي اطول تعبانين. عم اقول لك ميرسي بوكو على المعلومات القيمة وعلى المداخلة الغنية، شكرا لك، وان شاء الله بلقاء اخر قريبا يا رب، ويعطيك الف عافية. طيب كمان ما عم تسمعوني؟ بلا انا عم بس بلا حط الارتيكل اكيد بنكتب انه ما نساهم ونظمه وانا وياك وعلا. هذا عم بيحكي اي ثينك لازم نعمل ميوت. الا ربع سيبون سوري ما بعرف اذا حدا عنده. نعم في حدا عم يسمع باك جراوند؟ نسمع الكل الا 10 بنخلص معك. وي نعم انا ما عم شايف، ما هيدا ما في داعي، هيدا الواقع نحن بدنا نحطه مثل ما هو. حدا بحب يضيف شيء؟ نو بدك بعد
you.